عضو من اعضاء كلنا كلنا من منوفية. النهارده تقدمنا المبشرات الاولى تؤكد ان الحزب سيتم الامتياز ان شاء الله هنال. ربنا يجعله كبير خريطه انطلاق حزب مصر ان شاء الله. مبروك الصديق الاكبر والاخ الاكبر طلعت السادات احد علامات مصر السياسيه. مبروك عليك وعليك. مبروك عليك وعليك. رسالة حضرتك تحب توجهها لمؤيدينكم المتواجدين حواليكم النهارده. يعني أنا بشكرهم وبقول لهم المرحلة القادمة ليست مرحلة الأغلبية الصامتة، إنما المرحلة القادمة هي مرحلة الأغلبية الفعالة التي سوف تأتي بحزب مصر القومي على عرش الحكم في مصر إن شاء الله. وإحنا معاكم.